ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقي واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون 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 صدق الله العظيم. الله يكرمك سيدي الشيخ احمد، بارك الله فيك، صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله على إهلال هذه الأيام الشريفة المباركة التي فيها العمل الصالح أحب إلى الله من العمل الصالح في غيرها، كأن الله سبحانه وتعالى جعلها مواسم لتتضاعف فيها الأجور، تتعاظم فيها الحسنات. والعاقل الذي يرى فضل الله في هذه الأيام ولا يرى فضله على الله بالأعمال، فمن مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من العشر الأوائل من ذي الحجة. فقال الصحابة: ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعني طبعا أعظم حاجة كان عند الصحابة الجهاد في سبيل الله، لأن ما ينتج عنهم من الشهادة. ده ممكن العشر أيام دول يكونوا أفضل من الجهاد. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. يعني لا رجع بنفسه ولا فلوس. تخيل إن الإنسان اغتنام هذه الفرصة المباركة. والعمل الصالح ده سيدنا الشيخ اليوم كان يخطب عن العمل الصالح، عم الشيخ أحمد، العمل الصالح ده يكون إيه؟ قعدت أنا أفسر ايه العمل الصالح. هو الذي لا يراد به التطاول على الخلق ولا يرى فيه المن على الحق. ايه العمل الصالح الحقيقي؟ الذي لا يراد به تطاولا على الغير، ولا الانسان بعد ما يعمله يشوف لنفسه بيه فضل على ربنا. دي من شروط العمل الصالح. قالوا: العمل الصالح هو الذي يستشعر العبد أنه من الله لله. أنه إيه؟ إذا رأى العبد أن العمل من الله عمل العمل لله شكرا، لأن أنا شايف أن أنا مش صاحب فضل ولا حاجة، لا في حج ولا عمرة ولا يحزنون ولا صلاة ولا صوم ولا أي شيء، أنا صاحب فضل فيه على ربنا. يبقى إيه هو العمل الصالح الحقيقي؟ الذي يراد به وجه الحق ولا يتطاول به على الخلق. الإنسان بعد ما يعمله كده ما يحسش إنه حضرة المصلي ولا حضرة المزكي
ولا حضرة المسبح، إنما يرى إيه؟ يرى كمال عجزه وافتقاره إلى الله في القبول. والعمل ده لما يتصف بكده في كل الأيام محمود عند الله، وفي هذه الأيام محبوب عند الله، أحب أفضل. لما لم يقل أجرها أكبر ولم يحدد النبي أجر هذه الأعمال؟ قال لما صبغها الله بصبغة المحبة تفوقت على دائرة الأرقام. ساعة ربنا ما وصف صلاتك في العشر الأوائل من ذي الحجة بأنه بيحبها لا يعرضها للميزان، ولا يستطيع الكرام الكاتبون، الجماعة الكرام الكاتبين دول، أنهم إيه؟ أنهم يكتبون ما فعلت أو ثوابه إيه عند الله، لا يقفوا بالعجز، يكتبوها كما فعلت وعلى الله تفسيرها. ليه؟ لأنها محبوبة الله. الصلاة في هذه الأيام صلاة المحب للمحبوب، الذكر في هذه الأيام ذكر المحب للمحبوب، الصدقة فيها صدقة. اقعد يا شيخ احمد، اقعد، انا عايزك في موضوع. الصدقة فيها صدقة المحب للمحبوب، الحج فيها حج المحب للمحبوب. حديث بسيط وسننتهي. عايزين نتكلم عن حج الفقراء. طبعا عشان نسمع دلوقتي اسعار الحج وتذاكر السفر والهذا، تجد ان الامور يعني لا يستطيعها اغلب الناس. فوجدت حديثا في صحيح مسلم من حديث سيدنا ابي هريره ان جماعه من الفقراء راحوا لسيدنا النبي. نعنون الدرس ده نسميه حج الفقراء، نسميه حج الفقراء وبالدارج حج الفقراء. الجماعه الغلابه المساكين دول يحجوا ازاي؟ من كمال رحمه الشرع الشريف ومن رحمه سيدنا النبي اللي قالهم مخرج، يقول لك جاء جماعة من الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أصحاب الدثور بالأجور. الجماعة الأغنياء أصحاب الدثور دول اللي هم إيه؟ الأعيان، زي سيدي عبد الرحمن كده، الأعيان بتوع البلاد والأغنياء. ده يقدر يحج في لو في السنة ثلاث حجات يعرف يحج. وكأن الصحابة كان المال عندهم وسيلة للغنى بالله عما سوى الله، ووسيلة لطاعة الله سبحانه وتعالى. دلوقتي الناس بقى المال عندها وسيلة وطريقة لمعصية ربنا وللطغيان في الأرض وللبعد عن المساجد. الجماعة بيصلوا ورا النبي مشغولين الفقراء بالأغنياء، بس مش عشان فلوسهم، لا، لأنهم بيستعينوا بفلوسهم على حاجات ما يقدرش يعمل عليها الفقراء. قالوا له يحجون ويعتمرون ويتصدقون ويجاهدون في سبيل الله عشان معاهم فلوس يقدروا يحجوا ويعملوا عمره، وكمان ويقدروا يطلعوا صدقه فتفوقوا علينا. واحنا اصحاب النبي وهم اصحاب النبي، بنصلي العشاء مع بعض والفجر مع بعض، يعني ما فيش حاجه غير انهم يتميزوا علينا بفلوسهم. فعايزين حل نبوي. سيدنا النبي يقول لهم ايه؟ يقول لهم الا ادلكم، ألا أدلكم على ما تلحقون به من سبقكم؟ أقول لك حاجة تخليك تسبق الجماعة اللي سبقوك دول اللي أنت شايفهم أغنياء دول وأنت فقير؟ ألا أدلكم على ما تلحقون به من سبقكم وتتفوقون به أو تسبقون به من بعدكم؟ يعني اللي جاي بعدكم ما يعرفش يلحقكم. وتكونون به خير ممن بين ظهرانيكم، حتى الناس اللي عايشه معاكم تبقوا انتوا احسن منهم. دايره معناه ان اللي هقوله ده هيدخلك في دايره افضل، في دايره احمد، هينقلك من دايره المحب لدايره المحبوب. اقول لك ازاي تدخل دايره الاحمديه، دايره الاسبقيه، دايره الافضليه، دايره المحبوبيه. قالوا بلى يا رسول الله. قال لا تدعوا دبر كل صلاه ان تقولوا سبحان الله 33، الحمد لله 33، ها الله اكبر 33، بس ده قال ايوه ده يخليك زي اللي عمل حج وزي اللي راح العمر. معقوله دي؟ قالوا طيب خلاص، راحوا مسكوا السبح واشتغلوا على كده. جماعه منهم ما كتموش السر، راحوا ذاعوا الحديث في المسجد. الاغنياء ايه؟ حفظوا الحديث.
فراحوا رجعوا للنبي تاني: يا رسول الله، طب وبعدين ده عرفوا الحكايه اشتغلوا معانا في التسبيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يبقى ساعتها بقى الغنى ده حقه عند ربنا، هو ربنا عايزه كده. يبقى معنى كده نقول ايه؟ وكان ذلك النبي يقول ايه: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم وخير من إنفاق الورق وخير من إنفاق الورق والذهب. إيه يطلع أحسن من الصدقة والجهاد والإيه ده؟ يطلع إيه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. إذن الذكر ده يا سادة، وخاصة بعد الصلوات الخمس، معناته إيه؟ النبي ليه ما قال لهمش الصلوات تعدل الحج والكلام ده؟ قال: ما أنت لو ختمت الصلاة يبقى معناته إن أنت صليت. بس في حاجة في الصلاة أنت ما خدتش بالك منها، أن من ذوق المحب إنه لا يشعر محبوبه أنه لا يمل منه. فختام الصلاة هذا دليل على أنك لسه ما شبعتش من القرب، لسه عطشان للكلام معاه. اللقاء انتهى بس أنا لم أفرغ ولم أشبع من اللقاء. ولذلك يقول له إيه: لو أن عيني إليك الدهر ناظرة مضت حياتي ولا أشبع من النظر. أنا كيف أنساك يا سمعي ويا بصري، كلي بذكرك مشغول عن البشر. لو أن عيني إليك الدهر ناظرة مضت حياتي ولا أشبع من النظر. ولذلك يبقى الذكر حج الفقر. طب الأغنياء بيذكروه، نقول بقى أنا ما نحسدش: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذاكر زيك وربنا وعده بالحج، خلاص ما ده فضل ربنا. نسلم لمجاري الأقدار ونعلم أن السبحة دي، أن التسبيح وأن الذكر هو حج الفقراء، بها يعبر الإنسان من دوائر الحجاب إلى دوائر النور ومعية الأحباب، بها يلحق من لا همة له لدوائر لا هم فيها، بها ينتقل الإنسان من طالب إلى مطلوب، ومن سائر إلى موصول، ومن سالك إلى مجذوب، ومن طالب إلى عارف، ومن مريد إلى مراد، ومن ذاكر إلى مذكور، ومن صلى الفجر في جماعة ثم قعد في مصلاه يذكر الله كان له أجر حاجة وعمرة تامتين. الاثنين يعني ايه تامة؟ طب معنى كده الواحد يعمل كده ومعاه فلوس وما يروحش يحج؟ لا، لم يسقط عنك الفرض، ده يعدل الثواب، انما لا يسقط الفرض. يعني ما يش معنى ان يقول لك: لا ما هو الشيخ قال لي اقعد بعد الفجر وسبح، وهو عنده قناطير فلوس. ما ينفعش، عندك حج لازم تحج، ده الاسلام بتاعك يبقى ناقص. هاي اسال الله العظيم، عشان لا نطيل بس على الناس في الصيام، اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يبلغنا الحجتين، يبلغنا حج الذاكرين وحج الواصلين وحج المقربين، ولا يحرمنا من الوقوف بعرفة، وأن يجمعنا سويا على عرفات بتمكين عباد الله الصالحين، وأن يجمعنا بالصالحين، وأن لا ينسنا ذكره ولا يولنا غيره ولا يؤمننا مكره ولا يجلب علينا مقته، يصرف عن طرق العوج، يصرفنا عن طرق العوج، ويكفينا شر الأغيار، ويجعل هذه الأيام مستقبل الخير وفواتح البركة على الأمة وعلى بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم أشرق على بلادنا في هذه الأيام، أيام الحج والتلبية، أيام الذكر وأيام النفحات، نور الرخاء والازدهاء والبركة، وعلى بلادنا وبلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. واحفظ الحرمين الشريفين بحفظك، واحفظ الحجاج وأوصلهم إلى بيت الله بسلامة وسلام، وردهم إلى ديارهم من بعد الحج مقبولين يا أرحم الراحمين.
ولا تحرم مشتاق إلى بيت الله الحرام من زيارة بيت الله الحرام. اللهم إنا نسألك اللهم يا ربنا أن تضع في قلوبنا نورا من نورك نرى به وجهك أينما نولي دون اشتباه ولا التباس، ثم اصرف عنا كل ظالم، ثم اصرف عنا كل فاجر، ثم اصرف عنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من القلوب إذا اسودت، نعوذ بك من قلوب الأعداء إذا اسودت وحسدت، ومن أهل الأغيار إذا قلوبهم فسدت. يا ذا الجلال والإكرام حصنا بالحصن المنيع، وأدخلنا اللهم دوائر الرضا الكامل، واشملنا بعباءات العطف منك، واسترنا في أعراضنا وأولادنا وبنيننا وبناتنا، ولا تحوج لنا يد ولا تفضح لنا عرض يا أرحم الراحمين. اللهم ولا تحوجنا إلى غيرك، ولا تزلنا لسواك، ولا تبتلينا بعلل، ولا تجعلنا من أهل الملد. إلهي لا تبتلينا بالأمراض والأوجاع المستعصية، اصرف الأسواء والأدواء عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنك قد اخترتنا للإسلام، واستودعت قلوبنا نور الإيمان ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تنتزع هداياك من قلوبنا ولا تنتزع نور الهداية من قلوبنا، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، وبصرنا بالعيب، وأطلعنا على الغيب يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. ومكن لنا في الأرض تمكين عبادك الصالحين، ومن أرادنا بسوء اجعله عبرة لمن لا يخافك ولا يرحمنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أيدنا بنصرك، وتولنا بولايتك، وألبسنا عباءة الستر منك، وولنا تاج القبول يا أكرم الأكرمين، واجعلنا في هذه الليالي والأيام من خواص المقبولين عندك، واصرف عنا المقبوحين والمقطوعين بالعناد والكفر والشقاق. اللهم احفظ أجيالنا، واحفظ بلادنا، واحفظ أولادنا، واحفظ مذاهبنا ومدارسنا وكتبنا وتراثنا يا رب العالمين، من كل زيغ وزائغ وتلوين وملون، ومن كل تدليس وكل مدلس يا أرحم الراحمين. اللهم أشرق علينا نورا من نورك تعفو به عنا، وامنحنا قبولا من قبولك تؤيد به وفي الأرض تمكننا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك في ليلتنا ويومنا وجمعتنا هذه ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا شوقا إلا أوصلته، ولا مشتاقا إلا أوصلته إلى الرحاب المكية والروضات المدنية بقدرتك الرحمانية يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. منشودة صغيرة.